الحمد لله العلي الأعلى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ووفق العباد للهدى، فمنهم من ضل ومنهم من اهتدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه الملتجى وإليه ترفع الشكوى، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، ومن نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيُّه وخليله، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحيٌ يوحى، ما ضل بالخبر اليقين وما غوى أبدًا، ولم ينطق حديثًا عن هوى، بل جاء بالغيث الكريم فلم يذر شبرًا على وجه البسيطة مرتوى. صلوا بلا شحٍّ عليه وسلِّموا، ما لاح نجمٌ في السماء وما ضوى. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد، ما عبد الله وما ذكر وما سجد وما ركع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، إن العالم اليوم يمر بأزمات ومحن ومصائب كثيرة، لعل منها انتشار الأوبئة والأمراض، والأمراض الفتاكة التي تفتك بالبشر ولم تكن على سالف عهدهم. سمعنا من قبل، وذلك قبل سنوات مضت، بوباء جنون البقر وحمى الوادي المتصدع وإنفلونزا الطيور والخنازير، والآن وباء كورونا الذي انتشر في أنحاء العالم وخلف عدداً كبيراً من الوفيات وخسائر اقتصادية كبيرة، ما جعل العالم يدق أجراس الخطر وتتوالى الجهود لمحاربته ووقف انتشاره. ناهيكم عن الرعب والخوف من نتائجه ومآلاته، لكنني اليوم سأقف مع وباء خطير، بل أظنه أخطر من كل ما ذكرت. لقد انتشر انتشارًا كبيرًا، هو مرضٌ صامت يقتل الراحة ويمنع السعادة، لا ترى له ملامح ولا تشعر له بأية أعراض. إذا تمكن منك فسوف يضرك ضررًا شديدًا. أتدرون ما هو هذا المرض الخطير يا عباد الله؟ إنه مرض التعود على النعمة. ابتلي بهذا المرض كثير من الناس، وهو والله مرض خطير، بل خطير جدا، وله أربعة مظاهر. أولها أن تألف نعم الله عليك وكأنها ليست نعما، وتفقد الإحساس بها كأنها حقٌ مُكتسبٌ لك وليست نعمةٌ ومنَّةٌ من الله لك. والثاني
أن تتعود الدخول على أهل بيتك وتجدهم في خير وفي أحسن حال، زوجتك، أولادك، بناتك هم في خير لا يشتكون علة أو سقما، وأنت ما حمدت الله على ذلك، لأن هذه نعمة تستوجب الشكر، ومن عرف خلاف ذلك عرف قدر ذلك، أي عرف قدر هذه النعمة. الثالث أن تذهب إلى السوق وتشتري ما تريد وما يريد أبناؤك، وما اشتهيت اشتريت، ثم تدفع التكلفة وتعود لمنزلك دون أدنى إحساس بالمنعم وشكره، لأنك قد تعتبر أن هذا حقك في الحياة فلا تشكر الله على ذلك. والرابع أن تستيقظ كل يوم وأنت في أمن وأمان، صحتك جيدة، لا تشتكي من شيء، لا مرض مزمن ولا طارئ، صحتك طيبة، دون أن تحمد الله. انتبه يا عبد الله، انتبه، إن كنت كذلك فأنت في خطر من هذا المرض الفتاك. إذا أنعم الله بنعمة، أنعم عليك بنعمة وصرت تأكل، وهناك من بات جائعا أو يملك طعاما لكنه لا يستطيع أن يأكل لمرض منعه من ذلك، وأنت خلاف ذلك، فاحمد الله على ذلك واشكره كثيرا. أن تدخل بيتك وقد أنعم الله عليك بالستر والمودة بوجود أب أو أم أو كلاهما أو زوجة وأطفال يرفلون في ثوب الصحة والعافية وأنت في أفضل حال، فاحمد الله واشكره كثيرا. لا تجعل يا عبد الله، لا تجعل الحياة ترغمك على أن تألف النعم، بل أنت أرغم حياتك على أن تألف الحمد والشكر لهذا الإله العظيم، لهذا الإله الكريم، لهذا الإله الرحيم الذي أعطاك كل شيء. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم انتبه يا عبد الله، إذا سئلت عن حالك فلا تقل كما يقول كثير من الناس، إذا سئلوا عن حالهم قد يقول البعض لا جديد. انتبه، انتبه أن تقول ذلك، فأنت في نعم كثيرة لا تحصيها قد جددها الله لك في يومك هذا، وواجب عليك حمده وشكره، فغيرك قد حرمها في يومه ذاك. فاحمدوا الله يا عباد الله، احمدوا الله يا عباد الله، فنعم الله علينا عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والآية الثانية أيضا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الأولى ختمت بتعامل الإنسان مع الله، إن الإنسان لظلوم كفار، والثانية ختمت بتعامل الله مع العبد، إن الله لغفور رحيم. سبحانك يا رب، ما عبدناك حق عبادتك، نحمدك، نحمدك ونشكرك، ونحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ديان يوم الدين،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا رب صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر المؤمنين، كثير من الناس يرى العبر لكنه لا يعتبر، فما أكثر العبر وأقل المعتبرين، وما أكثر العظات وأقل المتعظين. متى نتعظ ومتى نعتبر؟ فكم من آمن أصبح خائفا، وكم من صحيح أصبح سقيما، وكم من عامل أصبح عاطلا، وكم من غني أصبح محتاجا، وكم من مبصر أصبح أعمى، وكم من معافى أصبح عاجزا. وأنت يا عبد الله جددت لك النعم، فاحمد الله يا عبد الله، فالله يحب من عبده الحمد والثناء. وإن تذكر النعم هو شكر لله كما قال بعض السلف ذلك. فاللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في عامة أو خاصة، في سر أو علانية. اللهم لك الحمد كثيرا، اللهم لك الحمد كثيرا، اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا سميع الدعاء ويا واسع العطاء ويا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أوجب لنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، واجعل ذلك على شهادة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تشمت بنا عدواً ولا حاسداً. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم دعوناك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا اليوم المبارك. اللهم أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا إله عداك. أجب يا ربي دعاءنا وأعطنا سؤلنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.